هلو هلو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. وصفة اليوم هي الوصفة الكتير مطلوبة على القناة، كتير ناس بيفتشوا عنها. هي وصفة لحرق الدهون. أنا ما بقول حرق الدهون، وإنما بقول بتساعد على رفع الحرق، لأنه اللي بيحرق هو الميتابوليزم، عملية الأيض. بس نحنا بدنا نعززها لعملية الأيض. كيف نعززها؟ في أكلات أو في مواد غذائية بتساعد إنه نعزز عملية الأيض، من بينهم اللي أنا عاملة بهذا الوصفة، وكذلك من بينهم الرياضة. كل ما بنينا عدل، كل ما ارتفع الحرق عندنا. خلوها بالكم نقطة مهمة لازم شير ليها، ومن واجبي إنه أحكي لكم عنها. ما تفكروا إنه إذا أنا أخذت هذا المشروب بس بالمقابل أكلت الأخضر واليابس، مقالي، فاست فود، همبرجر، إنه خبصت بالأكل وبس عم بشرب هذا المشروب رح يحرق لي. شو بده يلحق يحرق؟ لا يحرق. هو بدكم تضيفوه على نظام غذائي متوازن زائد الرياضة، ليعزز لكم الحرق، لتخسر وزن بسرعة وبطريقة صحية وآمنة، يعني يرفع لكم الميتابوليزم بطريقة صحية. بس كذلك أنتوا خليكم منطقيين وخليكم متوازنين بأكلكم لصحتكم أول شيء، ولحتى تخسروا الوزن بطريقة صحية. زائد أنه بيرفع أو بيعزز الميتابوليزم بالنسبة للناس اللي كانوا متبعين نظامات ريجيم قاسية أو نظامات الحرمان وخربوا عملية الأيض. مهم جدا إنه أكلنا يكون متوازن، يحتوي على جميع الأغذية اللي محتاجها جسمنا حتى ما نخربها لعملية الأيض، اللي هي الوحيدة المسؤولة على الحرق. يا بنات، الحرق، عملية الأيض أو الميتابوليزم هو الوحيد المسؤول على الحرق وبس. نحن بدنا نجيب له أغذية تعززه، بدنا نبني عضلات لنعززه، وبدنا ناكل من كل شيء لحتى ما نخرب هذه العملية. فهذا المشروب كذلك بيساعدكم على رفع عملية الحرق، وبالتالي حرق الدهون المستعصية، دهون الكرش، إذا بنشربه الصبح على الريق وكذلك بالليل قبل النوم. وتذكروني بدكم تداوموا عليه بعد 3 أسابيع لشهر، بتصيروا تشوفوا نتيجة، بلش تشوفوا نتيجة، بس انتدموا كذلك بالحركة، فالحركة بركة، وانتدموا بأكل متوازن. إذا عجبتكم فكرة الفيديو ما تترددوا تعطوني لايك للفيديو لتدعموني فيه، وكذلك اعملوا شير لهذا الفيديو ليوصل أكبر عدد من الناس، وسبسكرايب إذا هذه أول مرة بتشوفوا القناة. خليكم مع الفيديو. فاللي رح نحتاجه لهذا المشروب هو أولا زنجبيل طازج مثل ما عم بتشوفوا، أنا أوريدي بستعملته. رح نبشره. هنحتاج كذلك لشاي أخضر، هدول حبيبات عندي تاعو الشاي الأخضر. وإذا ما توفروا هدولي فيكن تستعملوا ساشيات الشاي الأخضر. هدول الشاي الأخضر بعد الفنجان الثالث هون بيبتدي مفعوله إنه يرفع الحرق أو يرفع الميتابوليزم، يساعد على الحرق. وحنحتاج كذلك عصير نصف حامضة، وحنحتاج قشور نصف حامضة اللي رح ناخدها. وهلأ حفرجيكم الطريقة، فخليكم مع بقية الفيديو. حأبشر الزنجبيل ليكون مفعوله سريع. بعدين حناخد إبريق، يعني لتكون في مصفات، أو إبريق عادي، أو فينا يكون فنجان عادي، وبعدين بنصفي حتى نقدر نشربه. تمام؟ ما في حجة. فباخد الزنجبيل اللي طحنته، شفتوا هون في كمان مية الزنجبيل، واللي بعمله انه بضغط على الزنجبيل لانه انا كمان بدي ميته اول شيء نتصير عندي تحت. مثل كأني بعصره. تمام؟ وبرجع فكه. يعني
لانه ما حشيل هاد لما حضيف عليه مي كتير سخنة رح ارجع اخذ فوائده بعد اكتر. بضيف انا المقادير اللي عملتها هون تقريبا هيدا بيحمل لتر. ضيف ملعقة صغيرة من الشاي الاخضر، وانا بضيف قشور الحامض. على فكرة هيدي مش ضرورية هاد الخطوة، انا فقط عشان المذاق، لانه الزنجبيل كتير يتوالم مع مذاق الحامض وبيصير احلى، فعشان هيك بضيف وعشان استفاد اكتر شي من فيتامين سي. وبنضيف عليهم مي جدا سخنة، يعني سخنة الماء بيكون واصل لدرجة الغليان، ونتركهم يتفاعلوا لمدة 10 دقائق. هاد لانه هون الحجم عندي كبير، تقريبا لو عملته بس فنجان استنوا ليصير دافي، يعني مدة 5 دقائق 7 دقائق، عينكم ميزانكم. بعد 10 دقائق بعد مرور 10 دقائق بنعصر نصف حامضة، اوقات انا بعمل حامضة كاملة حسب المذاق، على فكرة حسب حجم الحامضة. بالاول حتحسوا انه مذاق الحامض شوي يعني شوي قوي اذا كنتوا مش متعودين عليه، بس مع المدة صدقوني رح تتعودوا وحتى رح تحبوه. ومشروبنا صار جاهز، حتى فرجيكم. صحة وعافية. بسم الله. أنا شخصياً كتير بحبه للمشروب، مع المدة رح تتعودوا. بالأول حتحسوا إنه حار، فينا نقول لأنه الزنجبيل حار وحسب من منطقة لمنطقة. يعني أنا مرة كنت ببلد عربي الزنجبيل كان فيه كتير حار، فأنتوا بتصيروا تعايروا، يعني ما تحطوا كتير زنجبيل بالأول، شوي شوي شوي. صحتين. بتمنى إنه الفيديو نال إعجابكم. ما تترددوا، لايك للفيديو، شير للفيديو، وسبسكرايب إذا هيدي أول مرة بتشوفوا القناة. أنا بقلكن بلاقيكن بالفيديو الجاي. باي باي.